سنة 1957 تم توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي ما بين فرنسا وألمانيا الغربية وبلجيكا وهولندا وإيطاليا ولوكسمبورغ. تم تفعيل هذه الاتفاقية سنة 1958. شنو كانت هذه الاتفاقية؟ كانت بعض يعتبرها مراحل. أول مرحلة اللي هو السوق الأوروبية المشتركة، وبعدين توحيد الجمرك، وبعدين فتح الحدود، ومن بعدها آخر شيء كان العملة الأوروبية الموحدة اللي هي اليورو. طبعا وقبلها كان فيه اتفاقية لدخول الاتحاد الأوروبي بما يعرف بالشنغل. بعدها قامت الدول تتوالى لدخول إلى الاتحاد الأوروبي. كانت أقوى دولة في 58 فرنسا، منه كان حاكم فرنسا شارل ديغول. هذا يعتبرون الفرنسيين بطل تحرير فرنسا أو بطل الحرب العالمية الثانية وتحرير فرنسا. بعد تأسيس الاتحاد الأوروبي طلبت بريطانيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي. قال شارل ديغول علي الطلاق من مرتي إذا بما أن راسي يشم الهواء أن بريطانيا ما تدخل، لأن إذا بريطانيا دخلت راح تشيل فرنسا من الزعامة. بعدين قامت الدول في أوروبا الغربية في الدخول للاتحاد الأوروبي. بالحرب العالمية الثانية لما اجتاحت القوات النازية وتتلر باريس، القوات الموجودة هناك والحاكم العسكري قال احنا راح ننسحب بس بشرط انكم ما تدمرون المدينة، لان احنا تعبانين عليها ببنيان ومدشلون ومتاحف وتماثيل وغيرها. قال اوكي يلا انسحب. انسحبوا، دخلت القوات الألمانية الى باريس بدون وجود اي مقاومة، وتقريبا انسحبت القوات البريطانية و المهم انسحبت القوات الفرنسية والبريطانية الى الساحل، وقامت القوات النازية بملاحقة القوات الفرنسية والبريطانية. الان ما في، انحشروا تقريبا على الساحل، ما في الا طريق واحد انهم يسحبون الى المملكة المتحدة. جاء تقرير الى تشرشل، قال تشرشل ان السفن، قالوا لتشرشل ان السفن حاليا سفن حكومية ما تكفي لاجلاء تقريبا اكثر من لاجلاء 300 الف مقاتل. ايش قال هتلر؟ وهذه تحدث في الحرب، اعلان الحرب واعلان الاحكام العرفية. تستطيع الدولة الامتلاك او استخدام جميع الممتلكات الخاصة. كاشت السفن الخاصة اللي موجودة في الساحل كلها يتم الاستيلاء عليها بقوة السلاح، السفن اللي مات مواطنين او شركات وغيره. وبالفعل تم الاستيلاء على هذه السفن بقوة السلاح بالتهديد قوة الجبرية، وتم اجلاء القوات الفرنسية والبريطانية الى المملكة المتحدة، وقاموا الانجليز يختبئون تحت الملاجئ ويغنون لندن سبيرلينغ لندن سبيرلينغ فاير فاير وتقصفهم القوات الألمانية. لكن كل هذا ما بين بعين فرنسا. قال شارل ديغول والله يا فرنسا يا بريطانيا انك ما تدخلين الى الاتحاد الاوروبي. طبعا اكبر حروب ما بين دولتين هي ما بين فرنسا وبريطانيا، كانت في سنين تقريبا يسمونها حرب السنين السبع، سبع سنين هم تصافقوا مع بعض. عموما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والدول استقلت، تقريبا اكثر من 19 دولة استقلت عن الاتحاد السوفيتي، وفي دول اللي كانت مؤيدة للاتحاد السوفيتي مثل بلغاريا رومانيا التشيك سلوفاكيا، دول اوروبا الشرقية كانت مؤيدة لي وكانت داخلة في حرب في حلف يسمونه حلف وارسو حلف عسكري. فقامت هذه الدول طبعا استقلت عن، هي كانت مستقلة عن الاتحاد السوفيتي، لكن وفي بعض الدول يعني استقلت مثل روسيا البيضاء، وعندك أوزباكستان كازاخستان طاجيكستان دول كثيرة.
أرمينيا، أذربيجان، دول كثيرة. المهم، فهذه الدول بعد سقوط الاتحاد السوفيتي طبعا تقدمت بعض الدول إلى الطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي الدول الاسكندنافية اللي هي دول شمال أوروبا طلبت الانضمام للاتحاد الأوروبي ودخلت، اللي هي فنلندا، النرويج، الدنمارك، إسلندا، دخلت الاتحاد الأوروبي. والاتحاد الأوروبي في دول بترشوا فيها صراحة، يعني دول فقيرة عليها مشاكل، هذا مثل اليونان. المهم، من يعني 1958 وتركيا تطلب من دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. طبعا بعد ما وفاة شارل ديغول انضمت بريطانيا للاتحاد الأوروبي، بكل شيء انضمت إلا العملة. بعد وفاة شارل ديغول طبعا انضمت بريطانيا. من 1958 إلى تقريبا يعني 2000 وتركيا تطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي، وهم يتشرطون على تركيا لازم أن يتم إيقاف أو إلغاء عقوبة الإعدام. من زين بعد قال لازم حرية الأديان، لازم كنائس وغيرها، وبعد أمور كثيرة. بالنهاية ما يبون تركيا تدخل الاتحاد الأوروبي، دولة إسلامية، دولة كبيرة، لا يرغبون أنها تدخل الاتحاد الأوروبي، خوف أن الأتراك أيضا، لأن الأتراك بعد الحرب العالمية الثانية كألمانيا طلبت أن أو فتحت للأتراك للعمل في ألمانيا. طبعا انتقلوا الأتراك لأن أغلب الرجال قتلوا في هذه الحرب. تقريبا قال يمكن من 5 مليون إلى 10 مليون إلى الآن أصولهم، أكثر يمكن أصولهم تركية وكردية، موجودين في ألمانيا. بعد سنة 2010 أردوغان لما مسك كان الاقتصاد تعبان، كان الاقتصاد التركي، الرجال اشتغل ترى، اشتغل الرجال لين وصل تركيا للمركز 17 لدول العالم، وأصبحت العملة التركية تقريبا تساوي مقابل الدولار ليرتين ونص، 2 ليرة ونص مقابل الدولار. وبعدين تدهورت. ليش تدهورت؟ أنا أقول لك ليش، لأن كل دول العالم أصبحت ضد تركيا، خصوصا بعد 2011 سياسة أردوغان صارت سياسة يعني غريبة عجيبة. قام يطلق المهاجرين على أوروبا، مفتوح لكم، روح يلا، لدرجة أنه أخضع أوروبا، قال أوروبا إحنا يبغى نعطيك فلوس على أساس أن المهاجرين يقعدون في تركيا، والشغلة الثانية أساس أنك تزيد قوة غفر السواحل أو أمن الحدود، بحيث أن تمنع المهاجرين من عبور الحدود إلى أوروبا. وكل ما دفعوا أو ما في مشاكل طبعا أردوغان قام يزيد، تركيا قامت تزيد. المهم الآن قاعد أشوف بالاتحاد الأوروبي يا جماعة والله شيء غريب، نصف الشعب حاليا اللي في الاتحاد الأوروبي أكثر من دولة، من أفريقيا ومن الدول العربية ومن تركيا. هذا شنو معنى؟ هذا الآن حتى عندهم مشاكل العائلة الأوروبية، إذا تزوج حد واحد اثنين ينجب من الأطفال. شغلة ثانية عندهم حق الإجهاض، يعني الطفل عمره 3 شهور بطن أمه 4 شهور ما عندهم مشكلة يقتلون الطفل وتجهض المرأة. الشغلة الثالثة اللي هي أقروا جواز المثليين والعياذ بالله، وهذا طبعا راح يساهم في أن عدد نمو السكان يتناقص. فبعض الدول الأوروبية بدل عدد السكان يعني يزيد يتناقص، لكن صار يزيد على بناء على شنو؟ بناء على وجود الأفارقة والعرب والأكراد في تركيا. شنو معنى هذا؟ هذا معناتها أن بعد 20 سنة 10 سنوات أن الأفارقة والعرب أخذوا الجنسية، والأتراك إذا أخذوا الجنسية راح يتم يكون لهم تمثيل في البرلمان، وممكن يمسكون الحكم في بعض الدول الأوروبية. وشفنا الآن تقريبا يعني ريتشي سوناك حاليا في بريطانيا، ولكن الأمور خلال 10 سنوات 20 سنة القادمة متوقع أن تسيطر أن أفريقيا تصبح آسيوية أو عربية.